السيارة بيدي. يوم وصلت عنده لا بعد دخل عند النقطة، قلت ليها دخل عند النقطة ودخل عند الملك، ودخل عند الملك حقك غيره. قال لبق لبق على جنب، تيت بلبق ودعس بنزين شوي. يوم قامت السيارة تفحط من عنده، فحطت لبقت وجيت. قال لا بعد تفحط، قلت يا حبيبي مو بهذا موضوعنا، خلك من التفحيط، افحط وغصبا عنك، موضوعنا مو بهذا. موضوعنا وتشونه موقفني اول، وثاني شيء يوم انك تقولي قاعد تدخن، انت شايف حشيش في يدي ولا شايفني رهابي ولا شايفني مطلوب ولا شايفني مشتبه؟ اللي عندك طلعه. قال اقول، قلت نعم. قال تبي مخالفه ولا تبي السجن؟ قلت ابي السنتين، وان كانك طيب عطني المخالفة. يمين بالله أربعتكم، هم أربعة طلعوا، قلت يمين بالله أربعتكم والله عند الأمير محمد بن نايف، وهذا مكتبه قدامي، وإن كانت تقول أنا سكني بالمخالفة، والله أربعتكم الحين عند الأمير محمد بن نايف. ترى أنا علي 120 ساهر، ولكن أما أنك تمسكني بدون ذنب ولا خطيئة تخلص أنت خويك. جانا ذاك خويهم طلع يسمع الكلام وطلع، والله شكله نايم. قال خير أسمع يا عم، والله أنك بتروح ولا مخالفة، قلت شب ولا كلمة، كلكم أربعتكم عند الأمير محمد بن نايف، واللي لحق ياخذ هناك. قاموا ودخلوا الدورية يكلموا مين القيادة مرجع. قال سابق كذا كذا كذا، المهم قال عطوا بطاقته، عطوا بطاقته وبدي أعلمكم. جاني قال خذ بطاقة، قلت بس وهذا اللي عندكم، خذ البطاقة وبس، مقفلني ساعة وانتم من غلطانين حميداني، حتى ما تقولين ما تقولون آسف ولا تقولون أي شيء. أقول سرها والله نب عليكم على اللي لبستكم البدل، وروح أركب سيارتي توني بفحط، واتذكر الدورية واقفة حقتهم تحين فحط، والله ينحقوني ويلعنون خامس سنسفيلي ويربطوني صحيح ويقطوني في المعتقل. قلت يلا جالمش.